ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه النهارده؟ جايبه لكم حاجه من الروائع، مكنه طحن البن. طبعا لو طحنت البن يبقى تطحن لنا اي حاجه بجد وهتنعمها. ستانلس ستيل ممتازه قويه، 200 فولت، ممتازه ممتازه ممتازه. هفتحها معاكم وهجرب لكم فيها بن. انا بعت اشتريت بن مخصوص عشان اعرفكم اللي هي بتطحن اي حاجه جباره. بسم الله، ادي العلبه، جوه علبه تانيه. بسم الله، كلها ستانلس ستيل، وده اللي جاي معاها في العلبه، الكتالوج بتاعها اهوت. فتحتها اهيت، كلها ستانلس ستيل منها، فيها شايفين من جوه. هركب الفيشه بتاعتها، انا كده ركبت الفيشه بتاعتها. لما هدوس على الزرار مش هتشتغل، لازم اتاكد من التكه بتاعتها، وصوتها خفيف وحلو. انا جبت لكم بقى بن عشان اوريكم القوه بتاعتها، ممكن توصل للبن بتعمل معاه ايه. غير كده البن حلاوته بقى لما تجيبيه حمص وتعملي حبه بحبه، حتى لو البن برد عندك بتحطيه في الميكرويف او في الفرن وبعد كده بتحطيه فيها. ادي البن اهو، حبيت اجرب معاكي حبه البن. تطحني بقى فيها كمون رز اللي انت عايزاه، وهوريكي النعومه بتاعتها. بسم الله، ايه رايكم؟ بس كده نفتحها بقى مع بعض. يلا بقى نفتحها. شايفين يا دلع الدلع، شايفين النعومة؟ عشان كده انا جربتها لكم في البن عشان اعرفكم اللي هي بتنعم قوي، وهي اصلا جميلة في البن، يعني ممتازة. تطحن البن كده حبة بحبة وبتجيبيه بيبقى جميل وليه طعم رائع. تطحن الكمون، تطحن الفلفل، تطحن الرز، اي حاجة عايزة تطحنيها بتطحنها لك وتبقى ناعمة جدا. وبشكر منها فعلا على الحاجات اللي بتجيبها لي الجميلة جدا، وجربوها هتعجبكم. تابعوني وادعموني عشان اجيب لكم كل جديد.